انا اسمي احمد المنشاوي، عامل في شركه طلبيات، وبقالي 11 شهر لحد دلوقتي ما قبضتش مرتب، وجانا النقابه بتاعتنا قفل الباب في وشنا وما حدش كلمنا. قعدنا نادي الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم عشان يفتح لنا الباب، ما رضاش يفتحوا لنا الباب، ولا حد عبرنا لحد دلوقتي، وكل شهر يقولوا لنا يا جماعه اصبروا، ما حدش راضي يجيب لنا اي حاجه لحد دلوقتي 11 شهر، وكل 1300 عامل قاعدين هنا اهوت وما حدش معبرنا. بالاطفال بعيالهم بنا وزايمين في الشارع من امبارح، والشمس بهدلتنا بالمنظر ده. انت شايف الكاميرا انت بتصورها، هو شوف شكلنا عامل ازاي؟ بؤساء، واللي راح واللي جاي يدينا حسنه. ولا موقف الكلاب طلعوا علينا امبارح واحنا نايمين، ما يرضاش ربنا، وكانوا هيخطفوا عيله صغيره من وسطنا. استاذ عبد الفتاح ابراهيم، عيبه في وشك لما عمال مصر تفضل قاعده كده. الناس كلها متعرفه معانا الا عمال مصر. انت بتاخد منهم فلوس كل شهر اللي هم قاعدين لك على الكرسي؟ عيب المنظر ده، عيب تقعد عمالك كده. ولا كده عيب مطلع النهارده. طب وانتوا ليه ما بتقبضوش؟ هم اللي وقفوها، احنا مالنا؟ احنا بنشتغل وقال لك الشركه عايزين يصفوها. هم قالوا الشركه هتصفيها، بيقولوا انهم باعوها للبنك. رحت لوزير التخطيط، مش الكلام ده قبل العيد، وقلت له وزير التخطيط اتكلم معانا وبتوع البنك الاستثماري اللي هم قالوا احنا خدنا اسهم في اسهم في الشركه بتاعكم، يا جماعه احنا هنديكم مرتباتكم. وبعد ما قالوا هنديكم مرتباتكم قبل العيد يوم الوقفه مفيش اي حاجه، وضحك علينا وحلف 100 جميل هو هيديني مرتب قبل العيد 3 شهور 9 و10 و4 وهيديني مرتب كامل، والنشر الباقي هيقسمها. الكلام ده كله كذب، مفيش حاجه حصلت. اما وزير يكذب يبقى انا اصدق مين بقى؟ ده ظلم اللي هو بيعمله، ده ظلم. عبد الفتاح ابراهيم الشال ووزيره الكوره عامله الشال، عشان ما ينفعش اللي بتعمله ده، ده ظلم. اما الوزيره تقعد في مكتبها كده واحنا قاعدين متسولين يبقى ظلم. وكل واحد يقول لنا معلش يا جماعه اصبروا شويه، اصبروا يومين، اصبروا ثلاثه، بقالنا 11 شهر نستلم ونتعمر ونبيع عفشنا ونبيع في ايه اكتر من كده؟ بقول لها يا وزيره بالله عليك اتقي الله في الناس دي، واتقي الله في نفسك طالما مش عند المنصب سيبيه. انت بتقبض وبتشتغل؟ اقعد مع الناس الغلابه اللي مالهاش اب، الناس اللي ماتت، الاطفال اللي بتموت دي. بكره يعني احنا النهارده وهم هيبقوا بكره برضه هيقفوا زينا كده، مش هيلاقي حد برضه. امال مصر باكملها تقف مع كل مصدوم، معايا ومع السجاد ومع اي شركه واقفه، مع اي شركه وزيره بتبيعها. وزيره الكوره العامله دي بقول لها حرام عليكي، حرام عليكي انت بتعملي ده. والله العظيم الوزيره دي قسما بالله قبضونا وادونا اخر الشهر المرتب بتاعنا وقالوا لنا اقلعوا البلاط. هي الوزيره دي تستغنى عن قبضها شهر؟ الوزيره دي تستغنى عن قبضها شهر؟ تقدر تعيش بيتها ب 400 جنيه ولا 300 جنيه؟ تقدر تعيش بيتها كده؟ زي ما احنا عايشين كده ما احناش لاقيين؟ احنا بندفع 450 جنيه سكن، حسب ما نعمل وحاجه فيهم. حرام